نرحب بالسيد الأمين العام لميا الخميري الحراد، نرحب بأعضاء الهيئة السياسية وأعضاء المكتب التنفيذي الحراد، نرحب بقيادات تونس أخرى الموجودين معنا، ونرحب بالدكتور السيد الرئيس محمد نصف مرزوق. طبعا الاجتماع بتاعنا هذا يجي في إطار استعداد الاستحقاقات القادمة اللي هي استحقاقات مهمة للبلاد، ننتظر الاستحقاقات التشريعية ورئاسية وهذاك احنا في الحراك وفي وفاء وفي وبعض المستقلين عملنا تحالف من بعضنا هو تونس أخرى. التحالف هذايا باش يكون تحالف انتخابي في إطار المشترك الوطني. تعرفوا الكل الوضع متاع البلاد وضع سيء للغاية، والمنظومة اللي تحكم توا يعني وصلت البلاد إلى مرحلة وصعيبة برشا، والبلاد توا تعيش أزمة المؤشرات الكل تدل عليها، وحتى المواطنين قاعدين يحسوا فيها في معيشتهم اليومية. في الإطار هذا جي الحراك مد يديه للأطراف السياسية اللي تشبه له في التوجه، وتمكننا باش مع المجموعة من الكفاءات الوطنية ومع حركة وفاء باش نوصلوا نعملوا التحالف هذا، وإن شاء الله باش نقدموا في الدوائر الكل في 33 دائرة انتخابية إن شاء الله، وبالطبيعة باش في إطار التوجه متاعنا اللي هو الاجتماعي المواطني السياسي. نرحب بكم من جديد، ونعدي الكلمة نقول عماد دامي نائب الشعب الله سنة. شكرا أخ فتحي، السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستقبال، شكرا على الاستقبال، مشكورين جميعا على الحضور معنا اليوم، نهار سخون وخليتوا الكوفور وخليتوا الراحة وجيتوا باش تحضروا معنا هذا الاجتماع. اجتماع حتى نعرفكم بالمبادرة السياسية الجديدة، بهذا التحالف السياسي الجديد اللي يعطي إضافة نوعية للمشهد السياسي، حتى نحدثكم حول مواقفنا من مختلف القضايا المطروحة، حتى نحكي مع بعضنا على مستقبل الفترة القادمة وعلى التحديات المطروحة على البلاد. إن شاء الله تسمعوا حديث معمق وحديث طويل من الدكتور الرئيس السابق للجمهورية التونسية ورئيس حزب الحراك الدكتور مصطفى مرزوقي، وإن شاء الله أيضا تكون مناسبة تفاعلية نسمعوكم ونسمعوا انشغالاتكم ونتحدث حول المستقبل. إحنا البلاد الواقع الآن، أي واحد تسأل شنو وين ماشي البلاد، برشا ناس تطرح تساؤلات، ما ثم حتى وضوح في الرؤية في البلاد للأسف الشديد. الانتخابات على أبواب أسابيع معدودة، والفترة الانتخابية تبدأ نهاية الأسبوع القادم وبداية الأسبوع اللي بعد نهار 16 جويلية، وحتى حد مش عارف البلاد وين ماشي، حتى حد ما يعرف البلاد وين ماشي، إن شاء الله ما تمشيش الهاوية، مادام ثم إيرادات وناس تدافع عن البلاد مستحيل تمشي الهاوية. هذاك علاش البلاد الناس باش يسلموها للناس باش تهزها الهاوية، حتى إذا كان ثم ناس تحب تهزها الهاوية البلاد بشكل إرادي أو بشكل لا إرادي، من مسؤوليتنا إنقاذ البلاد. حتى الغموض اللي فيها المشهد السياسي اليوم غير مسبوقة، وما تلقاش في بلاصة أخرى، الانتخابات بعد غدوة وحتى حد ما يعرف حتى شكون باش يشارك فيها الانتخابات، الناس مش عارفة، الأحزاب تتشكل اليوم والتحالفات تتشكل اليوم والوضع متحرك الكل. هذايا مشهد تونسي صرف، ولكن في ظل هالخضم اللي هو الحراك المتواصل هذايا، ثم بعض الثوابت تحافظ على البلاد من انها تسقط في الهاويه كما تفضل خونا. شفنا الاسبوع اللي فات حاله، معناها البلاد كادت تسقط في الهاويه فعلا، بسيناريوهات مخطط لها دفع نحو الهاويه، ولكن في وقت الشده بالضبط تبان المعادن الصحيحه وتبان ثقافة الدولة
وتبان شكون يدافع على الديمقراطية وشكون يدافع على الجمهورية وشكون يدافع على الدولة. وشفته في وقت الشدة. وباش يخلي الرئيس يحكي في النقاط هذه الكل، أنا حبيت اليوم في إشارات سريعة باش ما طولوش عليكم، حبيت نوضح لكم شنو هو طبيعة هذا التحالف السياسي اللي احنا موجودين فيه. والسيدة الأمينة العامة أيضا ستتحدث في هذا الموضوع بشكل أكثر استفاضة. المشهد السياسي اليوم مشهد مشتت، مشهد مشرذم، مشهد فيه معناها حركية أكثر من اللزوم، على خاطر البلاد غير مستقرة إلى حد ما، ما زالت مستقرتش وتبحث عن الاستقرار. وبالتالي في ظل هذا المشهد المشتت والمشرذم، ونحن جزء منه كأحزاب وكشخصيات سياسية، نحن جزء من هذا المشهد، وربما نتحمل جزء من المسؤولية، مش ما نتهربوش، ما نحكوش على المشهد وكأننا نتحمل، نتحمل جزء من المسؤولية. ولكن الإنسان العادل والقسط واللي يتكلم بالقسط يحملنا الجزء من المسؤولية اللي احنا مسؤولين عليه. ما حملناش مسؤولية المشاكل، مش كما ثم ناس توا تقول البلاد عايشة أزمة اقتصادية، يقول له كله من عامين بتاع ترويكا، يعني 3 سنين بتاع ترويكا هم سبب الأزمات الكل. 5 سنين لك يكون في نفس الشيء لحد اليوم، حتى حد ما تحمل مسؤوليته وقال أنا غلطت. وإحنا في أكثر مناسبة قلنا للتوانسة رانا غلطنا، رانا قمنا باجتهادات خاطئة، اجتهادات لمصلحة البلاد. لم نثري كأشخاص، ما أثريناش على حساب البلاد. هم اللي مولوا في وسائل الإعلام، هم اللي مولوا في بعض النقابات والنقابيين ويشروا في ذمام بعض النقابات والنقابيين. هذوما مجموعة من الأشخاص مهيمنين على البلاد، خانقينها، ما يحبوش مستثمرين شبان يحلوا مشاريع، ما يحبوش استثمار في الفالور اجوتي، في القيمة المضافة، معناها فيها تكسر الاحتكارات القديمة، ما يحبوش صناعة سيارات وطنية على خاطر يحبوا يقعدوا ديما يستوردوا في سيارات أجنبية، ما يحبوش فلاحة محلية وإنتاج للحبوب يغطي حاجتنا ويورد للخارج وإحنا كنسمنا مطمور روما، لأنهم يحب يحافظوا على احتكار توريد الحبوب. ما يحبوش التعددية لا في المجال المالي ولا في المجال النقابي ولا في المجال السياسي، التعددية الحقيقية، ويحبوا يخنقوا بعض الأحزاب ويعطوا فلوس لبعض الأحزاب الأخرى باش يهيمنوا على المشهد السياسي. مجموعة صغيرة من الأشخاص ما يفوتش عددهم 15 شخص ولا 20 في أقصى تقدير. هدفنا داخل هذا التحالف السياسي داخل تونس أخرى أننا نفرض وجود لقوى التغيير، أننا نسعى إلى التغيير، إلى ضرب الاحتكارات، إلى ضرب هذه الهيمنة على المشهد السياسي، على المشهد المالي. الرجل الأعمال المتوسط المبدع اللي عنده مشروع صغير لهنا في قابس ولا في مدنين ولا في قفصة ولا في العاصمة ولا في الساحل، واللي يلقى روحه أمام حيتان كبيرة تسكر عليه الباب وتعمل العراقيل وتبعث له الفيسك، والكلها مربوطة بعضها، حلقة واحدة من المتنفعين مربوطين ببعضهم في الدولة، في الأعراف، في النقابة، في مجموعة من المتنفعين مربوطين ببعضهم، وبينهم مصالح مادية مالية بحتة، لا بينهم لا مشروع ولا رؤية وطنية ولا رؤية استراتيجية للبلاد ولا حتى شيء. إذا سكتنا وخلينا الوضع يتواصل، كونوا متأكدين تونس باش تقعد هيك في هذه الحالة 15 عام و20 عام، وتجي الحكومة وترجع الحكومة. ما دامنا ساكتين على هذا اللوبي، على هذه اللوبيات المهيمنة، على قوى المصلحة اللي مش مسيبين البلاد، ما دامنا ساكتين عليها، ما دام البلاد ستظل في هذا التوجه ومش ممكن تخرج منه. باش ما نطولش برشا، حبيت نعطيكم هذه فلسفتنا، فلسفة تحالف تونس أخرى، أننا نلتقي قوى التغيير من أجل فرض تغيير حقيقي، نسمي الأمور بمسمياتها، نواجه بالشجاعة بصدر بارز ورأس مرفوع، وداخلين للمرحلة القادمة بهذه النية. نحب نطلعوا للبرلمان 30 نائب على الأقل يكونوا يتكلموا بنفس المنطق، ويكونوا مكونين في تقنيات مكافحة الفساد، ومكونين في تقنيات كيفاش نفرض التغيير الحقيقي. وقت اللي نبدو بالتغيير نبدو به على مستوى مركزي، ولكن نبدو به على مستوى جهوي في نفس الوقت أيضا. لو ننجح تنجح هذه الطبخة الجديدة ونجد صدى لدى التوانسة، وبحول الله نجد صدى، لأننا صادقين، لأننا نتوجه إلى عقول التوانسة، ما نمشوش لجيوبهم، ما نمشوش لعواطفهم وندغدغوا عواطفهم، ما نخرجوش قوانين باش نصنعوا هذا الفرز الهووي الإيديولوجي من جديد، ما نجوش قبل الانتخابات ونعملوا قانون ومرة نقابة ومرة كذا ومرة كذا. نحب نتوجه إلى العقول، نتوجه إلى
إلى قلوب الناس، نتوجه إلى إدراك الناس بشنية الأولويات هذه المرحلة. وإن شاء الله بحول الله هذا الخطاب يجد من يتلقاه. هذا وهذا مش غريب على جابس. احنا جينا اليوم في إطار كما تعرف الاستعدادات للانتخابات التشريعية إن شاء الله. عندكم جابس كانت سباقة في أنها تتوافق وتتآزر وتقف وراء مرشح واحد قدمته للهيئة السياسية ووافقت عليه، هو سي فتحي السيد. إن شاء الله موفق، وإن شاء الله نعاود ونرجعوكم باش نباركولكم على صعود نائب حراكي على مدينة جابس، يكون صوتكم إن شاء الله. لا إن شاء الله أكثر، إن شاء الله أنا قلت كنا متفائلين إن شاء الله أكثر من واحد، يكون صوتكم إن شاء الله ويكون معبر على مشاغلكم ومشاكلكم، على خاطر مهم ياسر النواب كما ممثلين كما سي عماد التاني قاعدين تشوفوا في المعارك اللي قاعد معناتها يخوض فيها، تشوفوا اللي العبرة ما هيش بكثرة العدد بل في الكيف مش في الكم. احنا عنا أربعة نواب في مجلس نواب الشعب، لكن تشوفوا العمل الجبار اللي قاعد يقوم به نائبنا عماد الدايمي في مكافحة الفساد، يكاد يكون بريد من نوعه، يكاد يكون معناتها الوحيد اللي قاعد يخوض مثل هذه المعارك. ذيك علاش احنا نشدوا على يديه ونقولوا له كل الدعم والمسانده، واحنا وراك. تحالف تونس اخرى، تحالف تونس اخرى هو تحالف سياسي ما بين مستقلين والحراك، حركة وفاء، وهو مفتوح على كل القوى السياسية اللي تجمعنا معها مشترك وطني. إذا مازال ما تسكرش التحالف هذا. المشترك الوطني كما تعرفوه سيادة القرار، سيادة على الثروات، اقتصاد تضامني اجتماعي، اقتصاد قوي، محاربة الفساد، عدم التطبيع مع منظومة الفساد ومع النظام الفاسد ومع أي نظام يمكن أن ينجو البلاد هذه. يعني مش احنا نحاربه كان في النظام القديم، لكن أي نظام ينتج وإلا ينتج في المستقبل يكون مطبع مع الفساد احنا ضده. هذا المشترك الوطني كل قوى سياسية وكل شخصية وطنية توافق عليه وتتوافق، ومعناتها نلقاو عنا نفس الارضيه، الا انه ايدينا مفتوحه لها باش تدخل معنا في تحالف تونس اخرى. اذا تونس اخرى هو المظله اللي تجمع كما قلت لكم هالمستقلين اللي هما كفاءات وطنيه، فيهم شكون يخدم في تونس وفيهم شكون يخدم في الخارج، خلى خدمته، خلى اولاده وهبط مجند باش يخدم التحالف هذا، وفيه كما قلت لكم حركه وفاء والحراك، ومفتوح في مفاوضات دؤوبة مع قوى وطنية أخرى ومع شخصيات وطنية وزنة في البلاد. إن شاء الله في كل مرة ينضم لنا حد وإلا فما جديد إلا ونوافيكم به. تونس أخرى حبيناها تحالف انتخابي قوي، على خاطر كما تعرفوا للحراك حزب مبدئي، والحزب المبدئي يكاد يكون يعني حزب مضيق عليه كما شفتوا في معتاتيلة مسيرتنا. احنا حزب مسكرين عليه وسائل الاعلام، احنا حزب مضايقين عليه حتى في موارده، احنا حزب يكاد يكون موارده الوحيده هي الموارد اللي تجيه من مناضليه. اذا حزب بهذه المواصفات هو حزب يريدون له ان يكون حزبا صغيرا، لكننا لسنا حزبا صغيرا لانه مقاومات القوه فينا كبيره ياسر. احنا حزب كما قلت لكم مناضلين، يعني تقريبا مفروزين معناتها مفروزين بالكعبة، لا يكاد يكون بيننا فاسد. الحمد لله احنا ناس عنا نتمتعوا بمصداقية كبيرة عند الناس، على خاطر كلمتنا واحدة، ما نوعدوش الناس بالكذب، ما نهموش الناس، ما نرسموش للناس مشاريع وهمية. اذا احنا كحزب اسمه كما قال لي واحد وقت اتفاوض، قال لي اسمكم يبيع. بالحق احنا حزب على الارض، حزب سهل التسويق لهذه المواصفات. ايضا من مكامن القوه عنا هو ان رئيس الحزب هو رئيس جمهوريه سابق، وايضا هو مناضل حقوقي يعني اكثر توا من 30 سنه، وايضا هو
هو مفكر ويكتب وعنده برشا كتب. كل هذه المكامن القوة هذه خلتنا ربما نكون محط أنظار كما قلت لكم بعض المتآمرين باش ما يخليوناش نكبروا. احنا تحالف تونس، تحالف تونس اخرى هذا كان ضرب من ضروب فك الحصار على الحراك. احنا دخلنا في التحالف هذا باش نبينوا لهم اللي احنا قادرين ان نقدم طرح جديد للتوانسه وان نوصل للتوانسه وان نبنيوا مقاومات القوه. يعني مهما كانت مخططهم انهم يخليونا حزب صغير وحزب محصول، لانه توصلنا وقدرنا ان نلقاو من الشركاء اللي مدينا لهم يدهم ومدونا يدنا باش نجموا نعملوا تحالف ان شاء الله انتخابي قوي. تحالف انتخابي القوي هذا اول تمظهراته باش تعرفوا اللي هو قوي، ان ان شاء الله باش نقدموا في 33 دائره انتخابيه وهذا مش حاجه سهله. باش نقدموا ان شاء الله بقائمات عليها رؤساء، قائمات معناتها عليها توافق كبير في جهاتهم وعندهم دعم كبير من طرف الثلاثه مكونات التحالف. ايضا باش ان شاء الله باش نقدموا القائمات، يعني مكونين الاعضاء زاده في القائمات ان شاء الله باش تكون من الناس الوازنه. طموحنا كما قال سي عماد 30 نائب، علاش لا مش اكثر. اذا كتله ان شاء الله وازنه باش تكون حزام قوي برلماني ونجموا المشاريع اللي نحلموا بها وتونس الاخرى اللي نحبوها تكون، جابس الاخرى اللي نحبوها تكون، خاطر راهو ماهوش قدر اللي احنا فيه توا، مش قدر انه جابس تعيش الوضعيه اللي هي فيها، مش قدر انه جابس تعيش التلوث، مش قدر انه وليدات جابس يمرضوا خلافا على وليدات العاصمه. هذا الكل ماهوش قدر مرسوم لنا، هذا نقدروا نبدلوه بيدينا. اذا التبديل لازم عوامل معناتها على الارض مش مجرد كلام. ارتأينا انه ندخل الانتخابات التشريعيه في هاله قويه اللي هي التحالف هذايا باش ان شاء الله نخلطوا الى 33 نائب، علاش ليه مش اكثر. كتله نيابيه وازنه باش وقت اللي نقدموا مشاريع قادرين ان نمروها، باش وقت اللي نوعدوا الناس قادرين ان نحقوا وعودنا، وان شاء الله يا ربي نقعدوا يد واحده متكاتفين. نعمل عليكم ياسر انكم تقفوا وراء القائمه الانتخابيه تونس اخرى وانكم تصعدوا كما قال خويا زوز اقل تقدير واحد، علاش ليه مش حتى ثلاثه، انكم تفكوا التيران، انكم تخدموا. ما هوش صعيب، العباد في الشارع تستنى فينا وانا فين ما ندور وفين ما نخدم. فما برشا عباد حتى وكان ماهيش منخرطه راهي متعاطفه وتستنى في الحراك وتستنى في حزب الدكتور المرزوقي، تستنى فيه على الارض على خاطر يقولوا لي اللي احنا بينا بالبين انا ناس ما نكذبوش، انا ناس صادقين، انا ناس في الحاجات اللي وعدنا بهم الا ونفذناه. اذا عندنا ان شاء الله حظوظ كبيره في النجاح. احنا الناس اللي ما جربوناش على خاطر المره هذه نتصور انه باش يكون التصويت تصويت عقابي، باش يعاقبوا الناس اللي جربوهم في السلطه واللي فشلوا واللي كذبوا عليهم واللي اوهموهم واللي رسموا لهم احلام واوهام ما صار منها حتى شيء، لا والله زاد وخرت البلاد وزيد الاقتصاد طاح والدينار طاح والمؤشرات السلبيه الكل موجوده في البلاد. اذا شويه عمل، شويه مجهود منكم الكل، ما تدخروش حتى جهد في انكم تخطوا للناس، ما تقولوش معناتها حكايه فارغه ولا ما نجموش ناخذ، كل صوت يجي راهو يكون ان شاء الله وازن. اذا نوصيكم مره اخرى بالعمل وانكم تتصلوا بالعباد وانكم ان شاء الله تخدموا حمله انتخابيه، واحنا معاكم مش هذه الزياره الاخرى، ان شاء الله باش نعاودوا نجيوكم ونجيوكم ان شاء الله في الفرحه الكبيره وقت نجيو نباركوكم على نجاح القائمه الانتخابيه تاعكم. وشكرا. يعطيك الصحة أستاذة. الكلمة الآن للدكتور محمد مصطفى مرزوق. أولا شكرا جميعا لكم لأنكم تحملتوا مشاق يعني المجيء في السخانة، وبطبيعة الحال نحب نشكر كل الجنود الخفاء اللي مكنوني من هذه الفرصة الجديدة للتحاور معكم. أنا ديما جابس وقت اللي نجيها جهة توم اللي كنت صغير في طريقي إلى دوز، دائما أبدا وقت اللي نوصل لجابس ونشوف النخيل بتاع جابس نقول هكا وصلت لأهلي ودواري وعرشي وبلادي وأرضي. والسنوات هذه الأخيرة كلها يعني تعرف قداش مرة جيت لجابس ودائما بشعور إنه دائما مقصر في حق جابس، والثلاث سنوات اللي عديناها للأسف الشديد ما كانتش قادرة باش
انخرطوا في حل كل المشاكل، لكن رغم كل شيء تبقى نوع من المرارة إنه ما نجمناش نحل مشاكل البلاد ولا نجمناش نحل مشاكل اليابسة. كانت فترة من أصعب الفترات، كانت وجود تونس نفسه هو كان مهدد، تعرف الظروف اللي مرينا بها، لكن تعرف اللي بقاتنا رغم كل شيء تحطت بعض الأشياء، ومن جملتها بعض الأشياء اللي حل المشاكل البيئية ومشاكل التلوث في اليابسة. لكن للأسف الشديد مرة أخرى ما كل ما يتمنى المرء يدركه، لكن هذا مش معناه اللي ما لم ندركه في المرة الفائتة لن ندركه في المرة الإصرار والإمعان وعدم التخلي عن الأهداف الكبرى، هو هذا الذي يجب أن يقودنا سواء في جابس أو في غير جابس. اسمحوا لي اللي أنا مش بتكلمكم بشيء، مانيش بتكلمكم اليوم على جابس، لا على مشاكل التلوث ولا على المشاكل تعاني منها. السبب بسيط هو أنه اليوم مشاكل جابس هي مشاكل متنين، هي مشاكل طوزر، هي مشاكل سليانة، هي مشاكل الكاف، هي مشاكل الساحل، كلها مربوطة بمشاكل الوطن. إذا ما نحلوش المشكلة بتاع الوطن ما نش نحلو حتى مشكلة ثانوية. إذا الآن نحب نحكي لكم على مشاكل الوطن الآن، وإن شاء الله تو نعودوا نرجعوا سي فتحي وندعموك بكل قوانا باش نحكيه وقتها، ندخل في التفاصيل، تفاصيل تفاصيل التفاصيل حول الماء وحول التلوث وحول البيئة وحول الواحة وحول الميناء، ندخل في التفاصيل هذا. اسمحوا لي اليوم مش نحكي لكم فقط، نقعدوا في مسألة وطنية. كما تعرفوا أخوكم لينا طبيب، والطبيب هي عقلية قبل ما تكون أي شيء آخر، وهذه العقلية صاحبتني في مهامي طول الوقت. يعني اليوم كرئيس دولة وكمعارض دائما أفكر كطبيب. طبيب شنية كيفش يفكر؟ ما هي الظواهر وكيف تتشابك هذه الظواهر لتجعل المرض، وكيف أعالج المرض، وكيف أقي منها. أنا نحب أحكي لكم على ما يعني عقلية الملاحظة للظواهر في هذه الأسبوع الأخير، يعني من ذلك الخميس الذي سمي الخميس الأسود إلى اليوم. بالنسبة لي يعني الإنسان اللي يتمعن في ما وقع في هذه الفترة قصيرة جدا في تاريخ تونس يعني يكتشف العديد والعديد من الظواهر اللي ربما الناس ما تنتبه لهاش. لكن أنا بحكم التجربة والخبرة وأنني كنت معارض وكنت رئيس دولة وإلى آخره، أما مظاهر يعني ألفتت انتباهي وخلتني يعني أركز عليها. مثلا كيفاش بين عشية وضحاها ثلاثة ولا أربعة يعني ضربات إرهابية في أماكن مختلفة من الشمال إلى الجنوب وفي وسط العاصمة. كيفاش هكاك بالصدفة؟ مش بالصدفة. الضربات الإرهابية هذه ما تنجم تجي إلا بتخطيط وبتفكير وبغرفة عمليات. بما معناه أنه هكذا الضربات الإرهابية هذه استهدفتنا كشعب واستهدفتنا كدولة، وهذه الضربات يعني يقال أنها جاية من مجموعات إرهابية، لكن لازم تعرف تركيبة المجموعات الإرهابية، وهذا بالتجربة وبالخبرة. أي مجموعة إرهابية تتكلف من ثلاثة أشياء. يعني ثلث من صغار المجرمين اللي يحبوا عبر يعني عبر التدين والتشدد وكذا العودة إلى نوع من يعني الاحترام الاجتماعي، يحترموا أنفسهم. ثلث مكون يعني من متشددين الدينيين الحقيقيين، وثلث مكون من المخابرات. ثلث أي جماعة إرهابية ثلث مكون من المخابرات، مخابرات متاع الدولة اللي فيها والمخابرات متاع الدول الخارجية متعددة. هذه تركيبة الجماعات الإرهابية، أعرفه بالتجربة بالخبرة. بما معنى وعادة ثلث هذا متاع الحركات الإرهابية متاع المخابرات هو اللي حرك الباقي. بما معنى أنه ثم غرفة عمليات استهدفت شعبنا واستهدفت دولتنا واستهدفت بلادنا وسيبت علينا هذه الأربع ضربات إرهابية وما زالت مش سيب علينا. وهنا يعني الناس دائما وابدا ما تربطش المشاكل بتاع تونس بالمشكلة الإقليمية أو ما تربطوش بصفة آلية. أنا بصفة آلية بالنسبة لي تونس لا يمكن أن نفهمها إلا لم نفهم المحيط الإقليمي والدولي. تونس مستهدفة من طرف غرفة عمل مخابرات إقليمية تريد بنا كل الشر، وخاصة بعد المواقف اللي خذيتها واللي خذتها تونس فيما يحص ما سميته محور الشر، وخاصة بعد الشيء اللي يقع في ليبيا، وخاصة الشيء اللي يقع في الجزائر. إذن استهدفنا واستهدف الأمن القومي مباشرة، وتونس مازالت مستهدفة.
يعني من يتصور أن تونس خرجت من عين الإعصار غلط. تونس ما زالت مستهدفة، وغرفة العمليات اللي ضربتنا فيك الجمعة هذيك ما زالت مواصلة في عملها. وهنا يجي مسألة المرضى متاع الرئيس. المرضى متاع الرئيس بطبيعة الحال الارتباط، يعني ينتصور أن غرفة العمليات وقت اللي شافت الفرصة قالت تم مرض، وقتها تم واحد نزل على القرص، واحد نزل على القرص توا الضربة فيه. بما معناه أن غرفة العمليات هذه، وهذه مش نظرية مؤامرة، أنا نتحدث فيكم على يعني تجربة متاع 20-30 سنة سياسة، وتجربة متاع السنوات رئاسة الدولة ورئاسة المجلس القومي للأمن القومي إلى آخره. يعني ثم واحد ضغط على الزر في تلك الفترة، ثم واحد باش يضغط على الزر في فترة أخرى مانيش عارف اش باش تجي. بما معناه اللي احنا اليوم كشعب كدولة مستهدفين من طرف غرفة عمليات خارجية، وأمننا القومي مهدد، وبالتالي يجب علينا أن نتحد جميعا من أجل الحفاظ على أمن القوم. ما هيش مثلا التول القفة، نعرف اللي القفة بها وعليها ونعرف كذا، مش الأمن القومي الوطني، الأمن القومي مستهدف من طرف غرفة عمليات خارجية تريد كل الشر بتونس. هنا نجي قضية الظاهرة الثانية اللي هي ظاهرة مرض الرئيس. طيب كل إنسان يمرض خاصة في هذا العمر. شكون اللي أعطاه هالمعلومات أنه الرجل مات؟ وعلاش أعطاها؟ وكيفاش أعطاها؟ وكيفاش سربها للواحد؟ هنا ثم 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 حاجة، هنا ثم خطر. والشيء اللي أثار انتباهي هو يعني الضباع المفترسة. أنا دائما علاش أقول من عشقة تذكر وقت اللي قالوا لي وأنا في وقتها في الرئاسة، قالوا لي هل أنت مستعد تتحالف مع نداء تونس؟ فصرخت تلقائيا، برشا ناس تقول لي متشنج هكا ولا ديما يعيطوا عليا، قال تتشنج تشنجت. قلت وقتها العياذ بالله، شدوا علي هذه كلمة العياذ بالله. علاش قلت العياذ بالله؟ لأني نعرف اللي هذا ما يسمى نداء تونس هو تجمع عصابات سياسية وليس حزب سياسي، عصابات سياسية بأتم معنى الكلمة. يعني العصابات اللي تتلاقى على مصالح ظرفية آنية ما عندها حتى علاقة لا بلغة رأية لا بأخلاق لا بحد شيء. شفتوا كيفاش الرجل اللي جابهم ووصلهم وحط لهم ساقهم في الركاب كيفاش مازال هو مريض؟ كان مفروض انهم اولاده، كان هم اللي يمشيوا ويحميوه، هم اللي يمشيوا يحننوا عليه، مش احنا خصومه، احنا خصومه اللي تحننا عليه، هم اولاد. اول شيء عملوا فيه هم بداوا يحكيوا في تقاسم الكذا ودخلوا فيه شيء المشين، دليل برا اخرى على ان احنا لا نواجه احزاب سياسيه فيما يخص المجموعه هذه، وانا في عصابات سياسيه، وهذا يتطلب منا ان ناخذ بالنا لانه الناس هذا ما عندهم حتى وعي اخلاقي. ونأتي للنقطة الثالثة اللي هي اتهام حركة النهضة بأنها تعد إلى انقلاب. أيضا هذا شيء أثار اهتمامي، لأنه اللي يعرف يعني مداخل السياسة يفهم أشياء اللي ربما الناس اللي ما هيش مطلعة على الأسرار وكذا ربما بتجيبش بها. كيفاش أنتم يعني مفروض في تحالف بين الظفرين في توافق، كيفاش طرف في ساعة ينقلب على الطرف الآخر ويتهمه إن لم يكن بصريح العبارة في بالتلميح وتسييب اللي الناس اللي تو نحكي عليهم بعض، كيفاش هذا بالنسبة لي أكد مرة أخرى ما أنا واثق منه منذ البداية، منذ دخول النهضة فيما تسمته التوافق مع هذه العصابات السياسية، وهي أنا موش توافق وإنما صفقة. التوافق يكون بين قوى سياسية لها نفس المبادئ، نفس التاريخ، نفس الأحلام، نفس الأخلاق، والصفقة تكون مع طرف آخر لما تجمع به لا تاريخ لا أحلام لا وإنما مصلحة ذاتية. الآن واضح أنه يعني الصفقة انتهى مفعولها. الصفقة هي شنية؟ الصفقة هو حماية النهضة من أي الجزء الإسلامي الديمقراطي باش يكون هو عنصر مثبت ضد الإسلام المتطرف إلى آخره. النظرية هذه أنا دفعت عليها بكل جوارحي، وهذه واستطعنا أن نقنع يعني القيادات الغربية بها. حكيت في الموضوع مع أوباما، حكيت في هذا الموضوع مطولا مع فرانسوا هولاند، مع أنجيلا ميركل، مع شولتز هذا رئيس البرلمان الأوروبي آنذاك، وكلهم الفكرة يا أولادي يلزمكم تدعموا الديمقراطية في تونس لأنه هذا صمام الأمان بالنسبة للمنطقة كاملة، ويلزمكم تقبلوا أن اللي وراه الإسلام السياسي طيف واسع، واللي إحنا من حسن الحظ في تونس عندنا الجزء الوسطي بتاع هذا الكذا
اللي هي النهضة واللي قادرين باش نعملوا يعني ديمقراطيين مسلمين كما عندكم انتم ديمقراطيين مسيحيين. هذا الخطاب انتهى. لازمكم تعرفوا اللي فعلا الزعماء الغربية في تلك الفترة كانوا قابلين هذه الفترة. الآن توا مع ترامب وتحالفوا مع هذا محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، هذا الكلام كله ما عاد حاجتهم به، لا عاد حاجتهم بالديمقراطية في العالم العربي ولا عاد حاجتهم بالإسلاميين الديمقراطيين، هذا كله انتهى بالنسبة لهم. هذا هو الخطر الجديد. الخطر الجديد اللي الناس ما هيش فايقة به هو أنه الصفقة اللي تبنات على أساسها هاو باش نوصلك وبعد كاين تحميني والمعلم الكبير هاو ضامن هذا انتهى. احنا الآن داخلين في كسر عظم، وأنه هذه الحركات الإسلامية كل كيف كيف كل كيف بعضه طيش وجيب الرجل القوي. هذه هي السياسة الآن بتاع الغرب، لا حاجته لا بديمقراطية، لا حاجته لا بديمقراطيين، ولا حاجته بإسلاميين، ولا حاجته بمسلمين ديمقراطيين، حاجته بالرجل القوي. حفتر والسيسي. ويجب أن يكون لهم حفتر أو سيسي في تونس. هذا الشيء لازم الناس لازم تفقد، وخاصة النهضة اللي ما زالت في تلك المنظومة القديمة بتاع 5 سنوات ماشي في بالها اللي الإيديولوجيا الغربية لم تتغير، بينما أنا لاحظ أنها تغيرت، وماشي في بالهم اللي الناس اللي ارتموا في أحضانهم اللي هم يستناوا لحظة الصفر باش يذبحوهم، فهمني؟ ماشي في بالهم اللي هم يعني وقت اللي تتلوح وتعطي نفسك وحمايتك لهؤلاء الناس أنت تضمن نفسك. بالعكس للنهضة والإسلاميين في البلاد لن يحميهم إلا شعبهم، ولن يحميهم إلا الناس اللي متخلقين، ولن يحميهم إلا الناس اللي تشاركوا معهم في نفس الأهداف. لا يحميهم لا الخارج ولا يحميهم الصفقات مع العدو، يعني عدو الثورة وعدو الوطن. هنا نحب نجي لظاهرة أخرى ربما انتبهتوش إليها، هو أنه كيفاش تعملت هذه العملية بتاع اتهام النهضة بأنها بانقلاب؟ بطبيعة الحال عبر الأدوات المعروفة اللي هي أدوات الإعلام. إذا كان ثم حاجة أخطأنا فيها، تحكيت قبيلة على الخطأ، إذا كان حاجة أخطأنا فيها هو أنه ما حليناش مشكلة الإعلام في إباني، أكبر خطأ ارتكبناه. والآن لازمكم تفهموا اللي احنا أمام ظاهرة خطيرة جدا نسميها ظاهرة الجريمة الإعلامية المنظمة. ظاهرة الجريمة الإعلامية المنظمة اللي ما عندها حتى علاقة بحرية الرأي والتعبير. تقول لي شنو الفرق ما بين حرية الرأي والتعبير والجريمة؟ كيفاش تمشينا من حرية الرأي والتعبير اللي تدافع عليه إلى القول اليوم بأنه تونس فيها جريمة إعلامية منظمة؟ حرية الرأي بسيطة، حرية الرأي تجي تقول مصف المرزوقي هو أسوأ رئيس جمهورية عرفته تونس، والدليل على ذلك سياسته في سوريا لأنه لم يراعي مصلحة التونسيين الموجودين في سوريا إلى آخره، وورطنا في كذا وكذا. هذا حق من حقوقك، هذا تقييمك، هذا حرية الرأي. لكن أنك تمشي تكذب تقول مصف المرزوقي سفر الإرهابيين سوريا بينما أنا الذي منعت تسفيرهم، وتمشي تعمل فيديو محرفة تقول مصف المرزوقي يطالب بإحراق تونس، هذا جريمة إعلامية منظمة. علاش نقول اللي اليوم عندنا ظاهرة اسمها الجريمة الإعلامية المنظمة؟ إيش هي الجريمة ساعة؟ الجريمة هي يعني الكذب، التزوير، التحايل، التحريض، العنف. منظمة كيفاش؟ يا أخي ماشي في بالكم اللي هي قضية سهلة وقت اللي كلهم في نفس اليوم تطلع نفس الإشاعة ونفس الكذبة، غرفة عملية تخدم ليل ونهار. هذاك شلك وذاك عمله وذاك كذا وذاك كذا، خرجك الفيديو أعمل كذا، إجا ليلة الانتخابات وخرج حكاية القاروص، مش مشكلة تو بعد تظهر أنها غلطة، لكن المهم أنه ليلة الانتخابات عملوها. هذه الجريمة الخلايق الإعلامية بين قوسين من الليلة انتظروا فيما يخص هذه الكلمة، هذه الخلايق الإعلامية ماشي بالكم مش سامحوني فيها لكن أنا متحمل مسؤوليتها. خلايق إعلامية باندية باربوات يعني وهنا المستقبل، المستقبل هو أنه هذه الجرائم الجريمة الإعلامية المنظمة والخلايق الإعلامية لازم يكون فيهم قوانين. احنا شنو اللي كبل ايدينا؟ هو ما كانش هناك قوانين، ولا قوانين كانت 500 دينار او كسب وكذا وتاخذ 500 دينار بعد 5 سنين، ما قالوه. برنامجنا في المستقبل هو إعادة تشريع لتتبع الجريمة الإعلامية المنظمة مثل ما نتتبع الجريمة المخدراتية أو جريمة الأسلحة كده، واعتبار ربما الجريمة الإعلامية المنظمة أخطر من أخطر جرائم، لأن تدمر شعب، تدمر لغة، تدمر قيم، تدس الناس
الى التقاتل الى التباغض الى التكاره الى اخره، والخلائق العالميه تعرفوا مكانهم فيه. هذا ان شاء الله وقت اللي نعود نحطوا الطريق على السكن. اي تقول انت واحنا جيناك باش ترفع لنا المعنويات تهبط لنا فيها؟ لا لا، مش قاعدين نهبط لكم في المعنويات، بل بالعكس نحب فقط تكونوا واعيين بالاخطار، لكن ايضا نحبكم تكونوا واعيين بالشيء اللي ظهر في الاسبوع هذا من اشياء بالغه الاهميه، وانه الناس ما ارتعبتش، وان اجهزه الامن كانت على قيد على قدر كبير من الكفاءه، هو انه المعدن الطيب في شعبنا ظهر، المعدن الطيب الناس تعاطفت مع الرئيس الباجي وتعاطفنا معه الكل رغم كل ما قلناه فيه سياسيا، عمرنا ما قلنا كلمة أخلاقية أو لا لسانية. احنا دائما نفرق بين العمل السياسي بين النقاش السياسي وبين كل ما يمس الأعراض وكل ما يمس، يعني وقت اللي نشوف كيفاش الناس تشمتت في الرجل وكيفاش الناس بدأت تتقاسم في الميراث وهو مازال حي، يعني شيء يندل له الجبين، تقول الناس هذا ما يستاهلوش باش يكونوا توانسة. على كل حال انا اعتبر ايضا انه خلافا لما ربما اوحيت به غرفة العمليات الاقليمية والدولية في اصعب الظروف، الحراك في الجزائر نعمة من يعمل الله، الحراك في السودان اللي قاعد يحقق نعمة من يعمل الله، مقاومة اهلنا في طرابلس وكسر شوكة هذاك اجير محور الشر نعمة من يعمل الله، والشعوب العربية التي اعتقد انه هو انتهى موضوعها والربيع العربي انتهى، بالعكس تثبت وجودها وتثبت قيمها. في هذا الاطار، في هذا الاطار احنا باش نمشيو للاستحقاقات الانتخابيه بعقليه ان بلادنا مهدده داخليا وخارجيا، ولكن نحن لها اولاد وبنات تونس موجودين باش يدافعوا عليها، والمره هذه نحن لنا كل مقاومات الانتصار، لا عندهم يعني حاجه يظهروها باش يدافعوا على الناس. العصابات الإعلامية الكلها فلت، يعني لسانها فل، شكون مازال يصدق الأكاذيب نتاعها؟ الشباب التونسي المرة هذه لازم يخرج ويتحمل مسؤوليته، ما يقعدش يتفرج. الناس كل اللي قاعدة تتفرج المرة الأخرى لازم تفهم اللي هذا وقت الخيار الصعيب، وقت الخيار الصعيب. أيضا الأجواء اللي قاعدة تحيط بنا في المحيط هي أجواء انتصار. أهلنا انتصروا في السودان، وأهلنا قاعدين ننتصروا في الجزائر، وأهلنا قاعدين ننتصروا في ليبيا، ونحن أيضا سننتصر. الثورة المضادة اللي ماشي ببالها اللي هي أفشلت الثورة هي التي فشلت، هذا هو الشيء اللي باش نظهروا ليه. إذا مرة أخرى باش نختم هنا، لأن ماذا بيا نسمعكم ماذا بيا ما نطولش عليكم ويكون عندنا نقاش. رانا مرينا قرب الهاوية الأسبوع اللي فاتت، فعلا كنا مرينا قرب الهاوية. لو ضربات هذيك الإرهابية نجحت في المخططة متاعها من الناس ترعبت، لو جهاز الأمن لم يثبت جدارته، لو لا قدر الله يعني توفى الرئيس بهذه الظروف، فهمني، لو ناس صدقت هذه كذبة والمؤامرة متاع النهضة وبدأت تحضير السكاكن إلى آخره، لو استطاعوا أن يعني الحملات الإعلامية ضد عماد الدائمي أو كذا كذا، كنا فعلا شيء من هذا لم يحدث. يعني مش بقول بركة الله لأني ما نحبش ندخل يعني، لكن أنا أقول أنها بركة الله وبركة الشعب، وهذا دليل على أن هذا الدولة قوية والمجتمع قوي، وهذا هو اللي باش يعطينا يعني القوة والمناعة باش ندخلوا للانتخابات المقبلة للاستحقاقات بعقلية شنو هي عقليتنا، شنو شعارنا، ننتصر أو ننتصر، ما عندناش خيار آخر، فما حتى خيار. واجبنا أمام تونس، واجبنا أمام شرفنا، واجبنا أمام أحفادنا، واجبنا أمام شهداء الوطن هو أن ننتصر. ما عندناش خيار آخر، عندنا حتى خيار آخر، وخاصة أن عندنا كل الإمكانيات. وهنا أنا مرة أخرى أختم بالقول أنني فخور وسعيد بهذه عملية التجميع اللي قاموا بها الأخوة الأفاضل في المستقلين، في الحراك، في وفاء. سعيد بهذا يعني الوعي المتصاعد بانه لازمنا نمشيو متحدين لهذه المعارك الانتخابيه وان ننتصر جميعا. القضيه مش ان ينتصر شخص، ينتصر شخص على شخص، او ينتصر حزب على حزب، وانما ان ننتصر جميعا، وان تنتصر فعلا قوى التجديد، قوى المحافظه على القيم. هذه مشكله كبيره في البلاد هذه، من هو مع القيم ومن هو ضد القيم،
اليوم الفرز، الفرز الحقيقي ما عادش على الايديولوجيا، الفرز الحقيقي على القيم. انت عندك هذيك الشهامه، عندك المروءه، عندك الاحساس بالشرف ولا ما عندكش؟ كان ما عندكش تكون اسلامي ولا تكون علماني ولا تكون كذا ما يهمنيش. الخط الفاصل اليوم بين التونسيين والتونسيات هو مدى تمسكهم بالقيم، بمكارم الاخلاق اللي جاء الرسول الاعظم لاتمامها واللي سطرنا لها الطريق. باش ما نطولش عليه، لازمكم تخرجوا من هنا بعقليه ننتصر او ننتصر. لازمكم نقولكم الان تمشيوا لكل الاماكن باش تبلغوا اللي راهو الوطن في خطر، راهو مازال مستهدفين داخليا وخارجيا. لكن ما اثبتته الاسبوع المقبل هو البلاد هذه عندها عمود فقري صلب ومتين، واننا قادرين الان باش نردوا الفعل، وانا قادرين الان باش نهاجموا، وانا قادرين الان باش نفكوا يعني اماكننا ومقاعدنا، طالما قبلوا باللعبه الديمقراطيه. إذا ما قبلوش باللعبة الديمقراطية ودخلوا في التزييف، وقتها يولي حديث آخر، وقتها المقاومة المدنية. ما عنده فين يمشي، يا يسلموا السلطة يا المقاومة المدنية، ما عنده فين يمشي. أما فكرة أنهم باش يتواصلوا، وباش يتواصلوا بالكذب وبالخلايق الإعلامية وبالفساد وكذا، هذا اسمهم يساوي الموضوع هذا. عندهم خيارين، يا أنهم يسلموا السلطة وحسب إرادة الشعب، وأنا عندي قناعة أن الشعب المرة هذه لن يخدع، لا يوضع المؤمن من جحر مرتين، وخاصة أنه هذا الشعب شعبنا بكل عيوبه، لكن ليس شعبا مغفلا او تنجم تعدي على مره ما تعديش عليه مرتين. وبالتالي انا عندي ثقه في انه ذكاء الشعب التونسي المره هذه سيضع تونس على السكه. اذا هكا ولا هكا لازمنا نكونوا مستعدين، مستعدين لاعاده تونس على السكه، ومستعدين للمقاومه المدنيه اذا لا قدر الله يعني تمسكوا او كذبوا او كذا كذا. وشوفوا الملحمه بتاع الشعب الجزائري، راه الناس كلها تخسر، الناس كلها تخسر. وقت اللي احنا كنا قايمين بالثوره بتاعنا والجزائريين ساكتين، ما كانوش ساكتين، كانوا يخسنوا، كانوا يشوفوا وتعلموا ويقبضوا بشويه بشويه وتشبروا. بعد وقت اللي احنا خمدنا هم ثروا. احنا تو قاعدين نتشبر، الناس كلها اللي تتفرج كل ليله في التلفزه في الشعب الجزائري والشعب السوداني قاعده تخزن. انا هذه قناعتي، قاعده تخزن تخزن، وهذا الخزان النفسي كذا هو الذي سيفاجئ كل من يتصورون ان بامكانهم انه 22 شخص يحكموا البلاد. اذا شكرا لكم، الله يهلكم، نحاولنا في الكلمة، لكن مع كل هذا مش نعاودها. تحية تونس.